مرحبا شباب، هالفيديو يخص صبغة الريش للبلابل ولبعض الطيور اللي يتلون ريشها بمواسم التصفية أو يتغير لون الريش أو يخف إلى آخره. وصلنا سؤال من صديق القناة باقر العراقي، يقول بس عندي بلبل كان الصفار اللي بذيله والنوب بالغلط طاحت المشربة على ذيله وعلى الصفار، وهمين والنوب لما نشف خف الصفار حيل وصار يدوب يبين، شنو الحال؟ فدوى أتركه يعني يرجع صفر لو اجيب له علاج؟ حبيبي علاوي ارجو الرد، واني من متابعينك والله. تحياتنا لك باقر، وتحياتنا لك كل متابعين من خلال صفحتنا ومن خلال قناتنا باليوتيوب. اللي افتهمته من عندك انت، البلبل مالتك الصفار مالته صاير الريش قليل او صاير لونه فاتح الى اخره، وانت عبالك يعني لانه المشربه وقعت عليه المي وخف ويعني كشف لونه. لا حبيبي، ماكو هيك شيء. لون الصفار بالذيل خصوصا يعني اللي الصفار العجز مال البلبل من النوع من انواع الريش اللي يتغير حسب البيئه وحسب التغذيه وحسب المكان. يعني انا جربتها شخصيا، عندي بلابل جابوهم جدد وحشيات كان صفارهم برتقالي، يمي خف اللون مالته تاثر بالاكل، وعندي غير بلابل كان فاتح الصفار مالتهم وتغير صار لونه برتقالي. اكو غير شغله، الجزر عندكم الجزر البرتقالي او الجزر البنفسجي، اذا تطيل البلبل بوقت التصفيه مال الريش بوقت التلك يعني راح يتغير لون الصفار مالته الى الاحمر، مو الاحمر، احمر فاتح يعني برتقالي طوخ او احمر يجوز مرات يصير، وهواي مسوين هاي الشغله. حاله حال بالكناريات هم نفس الشيء، ننطيهن شوندر يغير الصبغه مال الريشه كلها، خصوصا الكناري الابيض. بالنسبة للبلابل الصبغة اللي تتغير بالريش اللون العجز الأصفر يتغير حسب الأكل وحسب تنوع بالتغذية وحسب المكان وحسب قلنا إذا تطي جزر راح يتغير. يعني المشربة من وقعت عليه ما لها أي دخل، اتركه أنت نوع له بالأكل وراح يرجع طبيعي إن شاء الله. تحياتي لك وإن شاء الله وصلت معلومة لكم شباب.